السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ورد الآن بوادج حربية أجنبية تحاول إنقاذ سفينة نفط في البحر الأحمر، وهذا ما كشفته بريطانيا قبل قليل. وإلى التفاصيل. كشفت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية المتخصصة بتتبع حركة الملاحة في الخليج اليوم السبت أنها تلقت تقارير عن هجوم جديد استهدف سفينة على بعد 98 ميلا بحريا جنوب مدينة الحديدة، مؤكدة بأن هذا الهجوم يعد ثاني للقوات اليمنية في البحر الأحمر في أقل من 24 ساعة. ويأتي الكشف عن الهجوم الجديد في وقت تحاول فيه بوادج حربية أجنبية إنقاذ سفينة نفط ترفع علم بنما وأصيبت أجهزة الملاحة لديها جراء استهدافها بصاروخ باليستي قبالة المخاء. ومع أن القوات اليمنية تشن عمليات ضد الملاحة الإسرائيلية منذ نوفمبر الماضي، إلا أن تصاعد حدتها الأخيرة تكشف عن تطور في تلك العمليات، لا سيما مع إعلان اليمن دخول المرحلة الرابعة من التصعيد حيز التنفيذ. وتستهدف المرحلة الرابعة التي أعلنها قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي استهداف سفن شركات النقل البحري التي تحاول كسر حظر الملاحة إلى الموانئ الإسرائيلية على البحر المتوسط. ومن ضمن السيناريوهات المرتقبة وفق خبراء استهداف سفن الشركات التي لم تلتزم بالقرار اليمني في أي منطقة بما فيها البحر الأحمر الذي ظلت السفن الأجنبية الغير مرتبطة بإسرائيل ولا متجهة إلى موانئها على البحر الأحمر تمر بكل يسر. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.